أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء ومنافساته الخاصة بسن لقايا وبشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة من تحضر في هذه الانطلاقات وفي هذا السباق المحلي السابع وفي فترته الأولى. مشاهدين الكرام، تابعنا الأشواط الرئيسية، تابعنا أفلاك من تنتزع أول أشواط الإبكار. نهني هجن الشحانية ونهني الذهبي سالم بن فاران المري وأتى السالمي لينتزع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، الثاني أيضا لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. على بركة الله متابعين الكرام، ينطلق ثالثي أشواط هذا المساء، شوط خاص بالإبكار. نتابع هذه المسيرة وهذه الرحلة الخمسة كيلومترات، تحضر أيضا وتحضر الشعارات والأسماء. نبدأ بالبداية، نتابع السياد هنا على الصدارة من تتسيد على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح المري من يتابعها في التضمير هنا مع البداية والصدارة، بينما نوف القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني حمد بن عايض بن محمد الحنزاب يتابعها في التضمير، بينما ثالث الأسماء وتابع التقدم من الدوحة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني هنا من تتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وتابع التقدم في هذه وصل شعار الغرافة وجد مع رابع المراكز في هذه اللحظات. هنا تنطلق أيضا من تحمل لنا الشعار، تصلنا أيضا معلومات رابع المراكز بلبلة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني هنا أيضا تتقدم في هذه اللحظات، يتابعها في التضمير سالم بن عامر المدهوشي هنا من تتقدم مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء وتابع في هذه اللحظات غبة تصل بالشعار هجن الشحانية والمتابعة لدى محمد بن خالد العطية. هكذا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط في هذا التحدي في أيضا انطلاقات سن اللقاية. أعود إلى البداية وأتابع البداية، بداية من تحمل الرقم واحد نوف هناك على الصدارة لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني حمد بن عايض الحنزاب يتابعها في التضمير. هناك أيضا انطلاقة نوف الممتازة على البداية والصدارة، بينما أتابع السياد هنا مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح من يتابعها في التضمير. هنا أيضا من تتابع الموقف من تراقب نوف هناك مع الصدارة، بينما ثالث الأسماء تقدم من الدوحة قادمة بشعارها وانطلاقها الممتاز لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني هنا قادمة الدوحة، ولكن بلبلة هنا تصل بالشعار الغرفاوي إلى رابع المراكز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، نقطتين في رصيدها في هذا الموسم هنا في المحل الأول والثاني. وهنا أيضا تتواجد بانطلاق قوي واندفاع ممتاز بحضور أيضا مميز لهذا الشعار في هذا الموسم، وأيضا يتابعها المدهش سالم بن عامر المدهوشي يقدم بلبلة، قدم لنا العنود في هذا الموسم، قدم أيضا لنا في هذا السن أسماء مميزة في أيضا منافسات ميدان الشحانية، وبلبلة هنا تبحث عن الهاتريك والنقطة الثالثة لها في هذا الموسم. بينما خامسا أتابع هنا الشعار الأدعم القادم بهذه اللحظات المدعم أيضا بالسبق وبالأسماء القوية تحضر غبة أيضا في بحر رمال هذا الميدان. هنا أيضا تنطلق غبة بشعار هجن الشحانية تتواجد مع خامس المراكز، يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية هنا قادمة مع خامس المراكز،
ولكن أتابع اسم قادم وخطير في هذه اللحظات. هنا أيضا تواجد من سيادة لهجن الشحانية، بدأت أيضا بدأت بالاقتراب من المراكز المتقدمة. الله الأسماء الأسماء القادمة مشاهدين الكرام، ولكن بدأنا بالاقتراب، الكل قادم في هذه اللحظات، بدأ الهجوم هناك نحو البداية والصدارة بقيادة بلبلة، ولكن نوف نوف هناك على البداية والصدارة لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني. حمد بن عايض الحنزابي تابعها بالتضمير. بلبلة بلبلة قادمة، وصل الشعار الغرفاوي القادم بانطلاق ممتاز. هنا بلبلة قادمة مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، يقدمها المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بدأت بالاقتراب وأتابع غبة تصل هنا لهجن الشحانية، والمتابعة لدى المشاغب محمد بن خالد العطية. وصلت سيادة القادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية، سيادة تنطلق مع رابع المراكز، يتابعها الذهبي سالم بن فاران المري مع الكيلو الأخير. اشتدت المنافسة، بلبلة انطلقت على الصدارة مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن غبة غبة قادمة هنا مع ثاني المراكز وسيادة ونوف، ولكن الأمور الأمور في خطر. الله الله، بلبلة على الصدارة، ولكن شوف القادمة، غبة غبة قادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية، تنطلق أيضا تندفع في هذه اللحظات، وهناك أتابع أتابع سيادة أيضا، ولكن الأمور مع الصدارة هنا مع اللحظات المثيرة مشاهدين الكرام. غبة غبة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن سيادة وصلت سيادة القادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية، يصل الذهبي. الله الله الله، سالم بن فاران المري، الله قدم سيادة هنا على سيادة هذا الشوط، تسيدت سيادة لهجن الشحانية مشاهدين الكرام مع اللحظات الأخيرة، ولكن غبة غبة وهنا سيادة سيادة على الصدارة لهجن الشحانية، ثنائية شحانية، ولكن الله سيادة 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 مع اللحظات الأخيرة مع خط النهاية، وغبة في المحاولات الأخيرة، ولكن الناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري على فوز سيادة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت غبة لهجن الشحانية، بينما ثالثا وصلت بلبلة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. ورابع المراكز كان الوصول من نوف لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني. وخامس المراكز وصلت الدوحة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا المنافسة والندية حتى اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع سيادة وتسيدت في هذا الشوط. نهني أيضا هجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار، 7 دقائق 34 ثانية جزء واحد من الثانية، والتهنئة أيضا للذهبي سالم بن فاران المري. بينما وصلت غبة في ثاني المراكز بتوقيت 7 دقائق 34 ثانية 6 أجزاء من الثانية، نهني هجن الشحانية، والتانية أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية. وبلبلة أتت في ثالث المراكز لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، 7 دقائق 37 ثانية بالوفاء والتمام، والتاني أيضا للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. تهانينا.